انت حضرك شيء الحين. والله انبه قصيده انا ما بعد قلتها في البرنامج هنا بس وش لا اجل الحضيضين كاك بتقولها اذا نفس جلني فداك يقول يا الجادل المرهف ترى خاطري شين عود وداوى شان من شان شاني ترى الخلايق خلقها يبدأ بطين إلا أنت يا الظاهر بشيرها وشاني يا الطاهر الصافي ويا أكحل العين يا الأبيض اللي رمش عينها كساني يسمع كلامي زين وأبغاك بعدين تحفظه زي اسمك تراني أعاني وخصوص لا جيت لسميك إيه وخصوص لا جيت لسميك إيه وجاني طفل تسمى باسم واسم بحرفين ظرفين حرف هادم وحرف باني اسمك عبارة عن عبور السكاكين واسمك عبارة عن عبيرة الزماني في ذا ذكرت اني احبك من الحين اتذكر انك شخص سيء اناني شخص جميل ومن كماله غدا شين شخص احبه واكرهه في ثواني شخص انا اشهد بن ما منه اثنين شخص كئيب ومفرح وشيء ثاني مدري شا سميك انت بعت يومين فاصبحت انا مرهق ولا نيب هاني تبغى الحكاية دون اي صاد او سين دايم عاتب مير طيفك بلاني خلا اعتابي لك بداية عناوين وانهيه دايم لك بشكر وتهاني وانا اتكلم التفت في سحاء بين اذا ذكرتك يوم قلبك دعاني يا سافر وكني ملكت الجناحين وبين السحاب اطير فوق المباني لكن إلينا وصل برق السحابين فجاه اطيح الا وانا في مكاني والسبح ان اسمك ذكرته في بيتين وبعده تذكرت بان عقلك نساني يا روح روحي وين اش ابغاش تكفيني يا ضي قلبي جاني اللي كفاني عود ايه يا روح روحي وين اش ابغاش تكفيني يا ضي قلبي جاني اللي كفاني ما هي علومي كانت ابغين تاتين ولا بجيب اش غصب ذا العمر فاني عودي تراني من رجال انقحاطين لا يعرفون ان شجرتك حطان. يا سلام يا سلام الله يصح لسانك الله يصح لسانكم جميل ونعود الى الشاعر الجزل.